اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الظواهر اللي حصلت في دور الثمانيه، وايضا كلام هام جدا عن الاربع فرق في دور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. طيب، اهم وابرز الظواهر اللي حدثت في دور الثمانيه. يمكن دور الثمانيه طبعا احنا عارفين ان يعني صعد اربع فرق، نادي الاهلي، نادي الوداد، نادي الزمالك، نادي الرجاء. يمكن ديت اول مره، اول ظاهره، احنا معانا 10 ظواهر كده. اول حاجه او الظاهره الاولى اللي معانا لاول مره ان في تاريخ البطوله ان نص النهائي يكون مشكل من بلدين، من مصر ومن المغرب. وللمره الرابعه يحصل ان يبقى اربع فرق عربيه في نص النهائي للمره الرابعه. حصلت قبل كده في 2005 2007 و2017 ودي الرابعه 2020. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي تواجد في الاربع مرات، سواء في 2005 سواء في 2007 سواء في 2017 سواء في 2020. يمكن دي الظاهره الاولى. طيب، الظاهره الثانيه اللي حصلت في دور الثمانيه كانت ايه؟ ان كل اوائل المجموعات خرجت، سواء سان داونز، سواء الترجي، سواء النجم الساحلي، سواء مازيمبي الكونغولي، اما كل التواني صعدوا، ودي كانت حاجه برضو غريبه، اللي هو الاهلي، الوداد، الزمالك، الرجاء. طبعا هي يعني بتاكد ان تقارب المستويات، ان تواني المجموعه هم اللي يصعدوا، دليل ان البطوله كانت قويه جدا وتقارب المستويات. دي يمكن الظاهره الثانيه معانا، ان كل الفرق اللي تصدرت المجموعه خرجت من البطوله. الظاهره الثالثه، كل الفرق اللي لعبت مباريات الذهاب في دور الثمانيه على ملعبها صعدت. كل الفرق اللي لعبت مباريات الذهاب، سواء النادي الاهلي، سواء نادي الزمالك، سواء نادي الوداد، سواء الرجاء، الاربع فرق اللي لعبوا مباريات الذهاب على ملعبهم صعدوا. فدي برضو بتغير فكره ايه؟ ان احنا كنا دايما بنقول ان بيلعب العوده بياخد افضليه على ملعبه، بدليل الكلام ده اتغير، ما عادش موجود في الكوره. الاربع فرق اللي لعبوا العوده على ملعبهم خرجوا. فدي الظاهره الثالثه. الظاهره الرابعه، ودي استثناء النادي الاهلي، كل الفرق خسرت بره ارضها. كل الفرق، سواء بقى الترجي، سواء الوداد، سواء النجم، سواء الزمالك، كل الفرق ما عدا مين؟ ما عدا النادي الاهلي، النادي الوحيد في البطوله في دور الثمانيه اللي ما خسرش بره ملعبه. تمام. كان كله يعني كلهم خسروا 1-0 ما عدا النادي الاهلي تعادل 1-1، وبالمناسبه ده اول تعادل لسان داونز على ملعبه في البطوله كمان. رقم مميز للنادي الاهلي ان سان داونز كسب كل المباريات، ده كان اول تعادل لسان داونز على ملعبه. طيب، وكده احنا خلصنا اربع ظواهر. الظاهره الخامسه في المباريات في دور الثمانيه هي ظاهره تالق حراس المرمى. الاربع فرق اللي صعدوا لدور نص النهائي كانوا عندهم حارس مرمى صنع الفارق. هنبص على بالارقام حتى. اول حارس محمد الشناوي. طيب خلينا نكمل الظاهر، انا عايز الارقام بعد كده، لان انا عندي حاجه عايز بس اوريها لجمهور النادي الاهلي. لو ما نخلص الظواهر نبتدي. ظاهره تالق الحراس، محمد الشناوي قدام سان داونز، انس الزنيتي. طيب اتفضل يا دكتور. يمكن الظاهره الخامسه اللي معانا ظاهره تالق حراس المرمى. الاربع فرق اللي تاهلوا حارس المرمى بتاعهم اتالق، بمعنى ايه؟ او صنع الفارق. محمد الشناوي قدام سان داونز، هنستعرض الارقام، هنلاقي ان هو قدامنا الارقام على الشاشه، عمل 6 انقاذات منهم 4 من داخل الصندوق، ده الحارس الاول. الحارس الثاني حارس الرجاء انس الزنيتي قدام مازيمبي، عمل 9 انقاذ، وده اعلى رقم في الحراس كلها. 9 انقاذ وتصدر ركله جزاء كانت هي اللي صنعت الفارق واهلت الرجاء قدام مازيمبي، 3 منهم من جوه داخل الصندوق. محمد ابو جبل حارس نادي الزمالك عمل انقاذ واحد من داخل الصندوق. حارس الوداد المغربي احمد رضا التكناوتي قدام النجم الساحلي عمل 5، وال5 من داخل الصندوق. اذا الظاهره الخامسه ظاهره تالق حراس المرمى. الظاهرة اللي بعد كده رقم 6 ظاهرة المدافع الهداف. كل فرقة صعدت عندها مدافع هداف. النادي الأهلي عنده مين؟ علي معلول، مسجل هدفين ومتسبب في هدف ثالث. نادي الوداد المغربي عنده محمد النهيري، ده الجوكر، بيلعب باك رايت وبيلعب باك ليفت، مسجل هدفين في مباراة الذهاب. نادي الرجاء المغربي عنده بدر بنون، مدافع الهداف برضه مسجل هدف. نادي الزمالك عنده محمود علاء، مسجل هدف. إذا ظاهرة المدافع الهداف ديت رقم 6. رقم 7، كل المباريات اللي كانت في دور الثمانية انتهت بأهداف، مفيش ولا مباراة انتهت 0-0، وده بيأكد الفعالية الهجومية والرغبة الهجومية الموجودة عند الفرق. رقم 8، ظاهرة التسجيل من ضربات حرة، سواء بقى ضربة ثابتة، سواء ضربة جزاء، سواء ضربة ركنية، كل الفرق يعني النادي الأهلي جاب من ضربة جزاء وضربة ثابتة، نادي الرجاء مسجل من ضربة ركنية، نادي الوداد مسجل من 2 ضربة ثابتة.
الزمالك مسجل من ضربة جزاء، إذن ظاهرة برضو التسجيل من الضربات الحرة. الظاهرة التاسعة معانا كل الأندية اللي لعبت على ملعبها استحوذت على الكورة، مفيش فريق فقد الاستحواذ، وده بيأكد إن الفرق كلها عندها شخصية، يعني كانت فرق قوية جدا التمانية. يعني رقم 10، الظاهرة رقم 10 للمرة الثانية بيصعد الأهلي والزمالك معا في دور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا. المرة الأولى كانت سنة 2005 والنادي الأهلي ساعتها كسب نادي الزمالك في النص النهائي 2-1 و2-0 وأخذ البطولة في النهائي من النجم الساحلي. يمكن دي 10 ظواهر لدور الثمانية اللي حصلت في دور الثمانية، أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع، فأنت الأرقام كل النادي الأهلي، ولكن الوداد المغربي فريق يحترم خاصة على ملعبه، فريق شرس بيمتلك جمهور قوي جدا. بإذن الله أهم حاجة أن أنت تسجل في ملعب الوداد، هتقدر تصعد لو سجلت في ملعب الوداد.